السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو موجه للطلبة والطالبات المقبلين والمقبلات على مباراة التعليم إن شاء الله اللي غادي تخص فوج 2022. اليوم غادي نتكلموا على نهج التقصي اللي هو واحد المنهج جديد في تدريس مادة النشاط العلمي. إذا عنوان هذا الفيديو هو اعتماد نهج التقصي في تدريس مادة النشاط العلمي. إذا غادي نعرفوا شنو هو هذا النهج التقصي، شنو هما المراحل ديالو، وشنو هما الأهداف اللي جا من خلالها واللي باغي نحققها في مادة النشاط العلمي. إذا ماذا نقصد بنهج التقصي؟ إذا النهج التقصي هو الطريق الذي يسمح للمتعلم أو المتعلمة بالوصول للمعلومة الجديدة عن طريق التجريب والنمذجة والتوثيق وانطلاقا من تمثلاته وخبراته السابقة. إذا هو واحد المنهج اللي كي يخلي المتعلم يوصل للمعلومة الجديدة، يعني واحد المعلومة جديدة على هذا المتعلم، إما بطريقة التجريب أنه يجرب أو للنمذجة أو للتوثيق، وكذلك انطلاقا من التمثلات اللي عنده في عقله. صافي، هذا النهج التقصي كيتبنى على طرح تساؤل لحل وضعيه مشكله. كتكون عندنا واحد الوضعيه مشكله، كنطرحوا التساؤل. هذا التساؤل هو عباره عن سؤال لنهج التقصي او كيتسمى سؤال تقصي. اذا يطرح تساؤل لحل وضعيه مشكله مرورا بمجموعه من المراحل. اذا هذا المنهج التقصي كيتبنى في مراحل. بحال هذه المراحل؟ اذا كالملاحظه، إذا أول حاجة كنلاحظوا، ثم كنفترضوا، ثم التحقق من الفرضيات أو من صحة الفرضيات، ثم الاستنتاج. إذا هذا النهج التقصي دائما هو طريقة للتعليم والتعلم، يتحمل فيها التلميذ المسؤولية الأولى والكبرى في توليد الأسئلة. إذا هذا النهج التقصي كيعتمد على التلميذ بضرورة قصوى. صافي، إذا المسؤولية كاملة على التلميذ، هو اللي كيجبد لنا داك الأسئلة، يعني هو اللي كيبني الدرس بيده، وكيفحص الفرضيات كذلك، وكينجز أنشطة البحث، وكيكون استنتاجات بهدف الوصول الى حل المشكله. داك المشكله اللي قلنا هنايا كنطرحوا تساؤل لحل وضعيه مشكله، نطرحوا تساؤل ثم الفرضيه ثم كينجز البحث ثم كيكون استنتاجات، وداك الاستنتاجات اللي كتوصلنا لحل داك المشكله الاولى. بالنسبه لواحد الملحوظه عندنا، بانه هذا منهج تقصي او النهج التقصي جاء تنزيلا لمشاريع الرؤيه الاستراتيجيه. ده الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية 2015-2030، جاء فيها هذا النهج التقصي في شقها المتعلق بتجديد النموذج البيداغوجي. إذا هذا من خلال علوم التربية، هي معلومة إضافية. الآن غادي نتعرفوا على أهداف النهج التقصي. شنو هي الأهداف ديال هذا النهج التقصي؟ شنو بغى يحقق هذا النهج التقصي؟ أولا، ينمي لدى المتعلم مهارة التفكير العلمي ويحبب له المادة العلمية. إذا المهارات ديال التلميذ كتنمى في التفكير العلمي. ثانيا، يتيح للمتعلم فرصة ممارسة دور العالم والباحث والمتقصي الصغير، يعني كيعطي للمتعلم الفرصة بأنه يعتبر نفسه كعالم أو كباحث. ثالثا، يعود المتعلم على الاستقلال تدريجيا والاعتماد على النشاط الذاتي في البحث واكتساب المعرفة. إذن هذا هو الهدف الثالث. رابعا، يحصر دور المدرس في التوجيه والإرشاد وتهيئ الفرص أمام المتعلم للتقصي والاكتشاف. إذا الدور ديال المدرس هو فقط التوجيه والإرشاد، ويهيئ الفضاء المناسب باش التلميذ يقوم بعملية التقصي والاكتشاف. هي اللي قلنا قبلتي بأنه التلميذ هو المسؤول بدرجة أساسية في هذا المنهج التقصي. هدف آخر، يعمل على زيادة دافعية المتعلم نحو التعلم، وذلك لأنه يجعل المتعلم محور العملية التعليمية التعلمية. إذا هذا منهج تقصي أو نهج تقصي كيخلي المتعلم تكون فيه واحد الحافزية في التعلم. الهدف الموالي، يدعم شخصية المتعلم العلمية الابتكارية والناقدة والمبدعة، يخلق الصراع الفكري للوقوف على تمثلات المتعلمين. إذا هذا نهج تقصي كيبني المتعلم، كيعطيه واحد الشخصية، شخصية النقد، شخصية الإبداع، وشخصية الابتكار. الهدف الأخير، وهو تنمية مهارات التواصل من خلال التشارك في الأفكار العلمية وإمكانية إنجاز الأنشطة في مجموعات، وبالتالي السماح للمتعلمين من التعلم من بعضهم. إذا هذه مهارة مهمة جدا، بأن النهج التقصي كيعطي المتعلم أنه ممكن يتعلم ولا يعرف مجموعة من الحوايج العلمية بالتعلم بالقارين. التعلم بالقارين هو التعلم ما بين المتعلمين فيما بعضهم. صافي، أخيرا عندنا هنايا الخطوات المنهجية لدرس النشاط العلمي باعتماد نهج التقصي. غادي نعرفوا شنو هي الخطوات اللي كنعتمدوا باش نجزو واحد الدرس في مادة النشاط العلمي باعتماد نهج التقصي.
الخطوة الأولى هي وضعية الانطلاق، اش كيتم فيها؟ تقديم وضعية مشكلة مرتبطة بمحيط المتعلمين وحياتهم اليومية، مناقشة الوضعية وفهمها من طرف المتعلمين، رصد تمثلات المتعلمين حول موضوع الوضعية، مواجهة التمثلات قصد إحداث صراع سوسيو معرفي يكون منطلقا لبناء المفهوم العلمي المراد تدريسه. إذا الوضعية الأولى هي وضعية الانطلاق. ثانيا، تملك وصياغة سؤال تقصي. إذا من خلال الوضعية كيتطرح لنا سؤال، إذا تحسيس المتعلمين بالمشكل الذي تطرحه الوضعية المقدمة، دفع المتعلمين من خلال المناقشة إلى التساؤل حول المشكل الذي تطرحه الوضعية. إذا هنايا كيتم صياغة سؤال تقصي. الخطوة الموالية وهي طرح الفرضيات. إذا من بعد سؤال تقصي كيكون فرضيات، يعني عبارة عن إجابات محتملة لهذا السؤال. إتاحة الفرصة للمتعلم لتقديم تفسيرات واقتراح فرضيات بناء على تمثلاتهم وخبراتهم تكون بمثابة حلول مؤقتة للمشكل، هي اللي قلت هذا. تدوين الفرضيات على السبورة كما قدمها المتعلمين دون التدخل لنقدها وتصحيحها. يعني الأستاذ اش كيدير؟ كيقيد داك الفرضيات في السبورة وما كيقولش للتلاميذ واش صحيحة ولا خطأ حتى من بعد غادي نتحقق من الفرضيات. هي هذه المرحلة هذه الرابعة، تحقق من الفرضيات وتوثيق النتائج. إذا تنظيم العمل في مجموعات وتقديم العدة اللازمة للمناولة، تعين كل مجموعة مسيرا ومقررا لها وتشتغل على المناولة المقترحة بعد فهمها للتأكد من صحة فرضيات المتعلمين، توجيه المجموعات ومساعدتها خلال التجريب والبحث وتدوين النتائج وحثهم على التعاون. التحقق من الفرضيات يتم عن طريق أنشطة التجريب، ملاحظة، نمذجة أو البحث التوثيقي. لأننا كنتم تحقق من الفرضيات. خامسا، عرض النتائج وتقاسم الحصيلة. إذا تذكير المتعلمين بالمشكل المطروح، يعرض مقرر كل مجموعة ما توصل إليه المتعلمون مع شرح الطريقة التي اتبعوها، دفع المتعلمين لمناقشة النتائج المتوصل إليها ومقارنتها بالفرضيات المقترحة سابقا من أجل تأكيدها أو نفيها. إذا في هذه الخطوة هذه كيتم عرض النتائج من طرف المجموعات، والأستاذ كيدفع المتعلمين باش يتناقشوا في النتائج ويقارنوها ما بين الفرضيات باش يشوفوا واش الفرضيات اللي داروهم واش صح ولا خطأ. الخطوة الموالية وهي الخطوة السادسة، استنتاج والتعميم. إذا توجيه المتعلمين لصياغة الاستنتاج وتدوين الحصيلة على السبورة، ينقل المتعلمين الخلاصة على كراساتهم أو دفاترهم. إذا في هذه الخطوة هذه هي استنتاج والتعميم، يعني تقاسم ديال النتائج، ومن بعد كيكتبوا واحد الملخص على السبورة، داك الملخص كينقلوه في دفاتر التقصي ديالهم. سابعا، استثمار والتطبيق. تقديم تمارين أو وضعيات من واقع المتعلمين ومطالبتهم بإيجاد حل للمشكل الذي تطرحه بتعبئة ما تم تعلمه. إذا الأستاذ كيعطيهم مجموعة من التمارين الأخرى أو وضعيات، ومن خلال داك المكتسبات اللي اكتسبوا في الدرس غادي يجاوبوا على داك التمارين. يمكن إنجاز تجارب إضافية إن اقتضى الأمر ذلك، يمكننا نديروا تجربات إضافية إذا اقتضى الأمر ذلك. الخطوة الثامنة والأخيرة وهي التقويم والدعم. مطالبة المتعلمين بحل وضعيات مشكلة جديدة من أجل تثبيت المكتسبات ووضع خطة لدعم التعثرات. إذا هنا كيتم تقويم المتعلمين وكيشوف المتعلمين اللي باقي المتعثرين باش يدير لهم واحد الخطه ديال الدعم باش يدعمهم في ذاك الدرس. اذا هادو هما الخطوات المنهجيه لدراسه او لانجاز درس في ماده النشاط العلمي باعتماد نهجي التقصي. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى لكم كل توفيق والنجاح. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.